میخوام امشب رجزهای فرزندای عقیل رو براتون بخونم. انا فدا الحسین ابن علی، انا فدا الحسین ابن علی، انا فدا الحسین ابن علی. فدای امام حسین بده. همه باید جواب بدن. بار جلسه رو فقط جلویا بر ندارن، عقبیا. رجز رجز حماسیه. اولین رجز عبدالله ابن مسلم. حسین ابن علی، اليوم ألغى مسلما وهو أبي أنا، اليوم ألغى مسلما وهو أبي، فتنة بدو على دين النبي، ليسوا بقوم عرفوا بالكذب، لكن خيار وكرام نسبي هاشم السادات وأهل العسب. أنا فدا سيدنا علي، أنا فدا سيدنا علي، أنا فدا سيدنا علي، جعفر بن أبي الغلام لبتهي الطالبي. أنا فدا أنا الغلام لبتهي الطالبي، من معشر في هاشم وغالبي، ونحن حقا سادة الروائبي، هذا حسيننا أطيب الأطايبي، عترة البر التقي العقبي. أنا فدا حسين ابن علي، عبد الرحمن بن عقيل، أبي عقيل تعرف مكاني. أنا فدا أبي عقيل فاعرفوا مكاني، من هاشم وهاشم إخواني، كهول الصدق سادة الأقراني، هذا حسين شامخ البنياني، سيد الشيب مع الشباني. أنا فدان شرى الكهول والشبان، موسى بن عقيل، يا معشر الكهول والشبان، أضربكم بالسيف والسنان. أنا فدان يا معشر الكهول والشبان، أضربكم بالسيف والسنان، أحمى عن الفتنة والنسوان، وعن إمام الإنس ثم مجاني، أرضى بذاك خالق الإنسان، ثم رسول الملك المنان.
احمد ابن محمد ابن عقيل. اليوم اتلو حسبي وديني احنا ابتداء اليوم اتلو حسبي وديني صار من تحمله يميني ما به عن سيدي وديني ابن علي الطاهر الامين. اشكو الى الله من العدوان اشكو الى الله من العدوان قتال قوم في الردى عمياني قد تركوا معالم القران ومحكم التنزيل والتبيان أظهر الكفر مع الطغيان أنا في دارك سيدنا علي ومنبنا كل الله ابن جعفر. إن تنكروني فأنا ابن جعفر إن تنكروني فأنا ابن جعفر شهيد صدق في الجنان الأظهر شهيد صدق في الجنان الأزهر يطير فيها بجناح أخضر كفى بهذا شرفا في المحشر. آخر العجز هائلي كبيرا فالله إن غتعته يميني Stay.